طيب دكتورة، في حالة المراهقة خاصة تكون هنالك يعني كوكب خاص به وهنالك كتمان، كيف الأم تستشف مثلا بوادر أو بذور التطرف عند هذا الطفل؟ طيب بصي، هل هنالك أسئلة معينة؟ هل هناك؟ طيب بصي، أنا هقولك على حاجة بس عشان إيه، أنا هزعق للأمهات دلوقتي. إيه أما تيجي أم وتبقى مش عارفة في سن صغير ابنها يقصد إيه من الكلام، ألوم عليها. في مرحلة التمييز لما تيجي أم وتفقد الحوار، أكبر خطر وأم تفقد الحوار مع ابنها في سن 7 سنين ويبتدي الابن يا يخاف يا يحجم يا مش عارف يعبر، ألومها. لما يجي في مرحلة 9 و10 والتكليف اللي جاي بعد كده، خلاص 11، شباب بيبلغ في 11 و12 سنة، ويجي في الفترة دي عنده أفكار والأم ما تعرفهاش وتعرفها من صاحبه، ألوم عليكي ولوم على الأب بعديها، لأن بعد 12 سنة خلاص يعني المفروض يبقى فيه رابط جوهري بينك وما بين ابنك، وما بيجيش من 12 سنة، بيجي من إعداد قبليها. ليه بنقول إن في الفترة دي الأم تكتشف؟ تكتشف فلتات اللسان، تعليقات ابني أو بنتي على المواقف، الرأي إن سمعت كذا. يعني مثلا كان في مسلسل كرتون ما وبيتعرض على الاولاد وسن اعدادي، يعني سن اعدادي احنا بنتكلم من 12 13 14 او 13 14 15، وبنيجي في سن اعدادي بيتكلموا على الاخطاء الشرعيه وهم مش عارفين دي اخطاء شرعيه، ولكن بيجابوها بما شافوا من الفيلم او المسلسل الكرتون. انا كأم فين؟ عيالي بيشوفوا ايه؟ اللي بيبحثوا عليه على الانترنت وبيشوفوه فين الهيستوري اللي انا بشوفه؟ حتى لو مسحوه بعرف اجيبه. إيه 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 اصحاب الاولاد بيروحوا فين؟ سمعت ايه النهارده وماذا قال لك الشيخ النهارده في المسجد وسمعت ايه؟ ما دي طبعا امي تقول لك انا ما عنديش المعلومات دي، انا ببقى فرحانه وانا على قدر مهن. عشان كده بنقول ايه، يا مشايخ ويا دعاه ارجوكم ارجوكم، يعني كفانا مواعظ في الصومعات والمساجد المغلقه والامور المرفهه. شوف طبعا بقول يا رب ده مسجد، الله ما بقى ايه ده، وانزلوا في الشارع، انزلوا للشباب، شوف الشباب فين وروح كلمهم، شوف فين محل الجيم، نازلين جيم انزل الجيم وشو روح كلمهم، الشباب في مركز الرياضه بتاع البلديه روح البلديه بتاعت الشهير المكان البلد اللي انت فيها وكلمهم، شوف البنات بيروحوا ايه واهتماماتهم وروحي شوفيهم واعملي ان شاء الله تلموا من بعض ما وتقولوا يا جماعه حسبة لله، ونروح نشوف الافكار الشباب ونعرض عليهم الاسلام الصحيح، لكن نسيبهم من الافكار التطرفيه والافكار المتشدده والغلو في الدين والاخطاء اللي بتحصل. انهي مجتمع هيطلع مجتمع اسلامي صحيح؟ ولا بيت يبقى ده داخل البيت في استقطابين وخناقات، وده ضد ده وده يدعي على ده وده يقول لده وده انت كافر، واستغفر الله في قلب البيت بسبب جهل المنظومه اللي موجوده. ومفيش، بل ده مستهدف، والله ده اقول ان ده مستهدف على الاسلام والمسلمين.